السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي ديال سماسيا. كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ولقاكم بهذا الفيديو ان شاء الله سهل هنا اليوم بمناسبه عيد المراه جورني دو لا فام لو 8 مارس. كنهدي لكم هاد حلوه، نتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم، وما تنساوش لايك وبارطاج، وكذلك جديد دي ابوني اي كوجاتو دي ما جديد. وانتم تلقاو ما تنشوفو المقهى اللي راح تجو في هذه الحلوه هذه. الحلوة غادي نحتاجو على جينواز. في مقادة جينواز نحتاجو بعض البيضات، كنا في حارة المطبخ. نحتاجو كذلك 150 غرام ديال سنيدة اللي هو كاس عنبة. نحتاجو 150 غرام ديال دقيق اللي هو كاس أونص ديال دقيق ديال كاس عنبة. نحتاجو شماغ كبار ديال مايزينا نشا. نحتاجو خمارة واحدة مع ملعقة كبيرة ديال الفاني وقفصة الملح. فهاد الجينواز هادي غنديرو بطريقة أخرى ما كنديرش، كنقسمو صفر البيض مع البيض، وبعد كنديرو في إناء البول فغنخلطوه. كنقسم البيض بالطريقة هادي. أنا مولفة كندير لاجينواز بيض هكاك مجموع صفر وبيض، كنديرهم دقة واحدة. هاد المرة غندير لكم الطريقة هادي اللي غادي نقسم فيها البيض وصفر. وفي الطريقة هادي ما خصوش يكون البيض بارد، اصلا في اي حلوة ما خصوش يكون بارد، خصوصا في هادي ملي كنقسمو البيض. البيض خصو ديرو يكون في حالة مطبوخ باش يطلع لكم مزيان. كنطربو البيض بالطرب الكهربائي في لو كديرو غير الدرجة الاولى، خصوش يكون مشهد. وهنا كنضيفو سكر سنيدة بشوية بشوية حتى كنكملوه كامل، ودايما في ديك الدرجة تكون هكا مشهداش حتى كنكملو كاع سنيدة. عاد ديك حتى كنزيدو في لافيتاس حتى لخر، حتى كتشوفو هاد البيض البيض ولا عندكم مورانغ ولا عندكم مدبك دوازو مبقاش كتحرك عندكم لا مورانغ. ومن بعد ناخدو هاديك صفر البيض تا هو غادي نطلعوه شويه، ومع ديك سكوار فاني غير معلقه كبيره. دائما كتسبقوا البيض كتطلعوه عاد من بعد كتطلعوا صفر، حيت اذا طلعتوا صفر قبل من البيض الى حيت انا غادي باتيخ واحد، الى درتو نفس الفوي لي فوي اللي غادي تخلطوا به الصفر وتخلطوا به البيض غادي يهبط لكم البيض ما غاديش يطلع لكم. اذا طلعوا البيض ومن بعد بلا ما تغسلوا هذيك الباتور لي فوي وكتخلطوا بهم الصفرين هذاك الصفر البيض. بعد ما كطلعوا هذاك الصفر البيض كيعطيكم عندكم بحال شكل ديال لاموس، ما كطلعوش بزاف المهم كطل لكم واحد شويه ديال لاموس. كتاخذوا كنكبوا فوق من داك البيض، وهنا كنخلطوا بالباتور ديالنا محتاج يندمج، ما كنخلطوش بزاف. بغيتوا تخلطوا بشويه داوي ماشي مشكل. ومن بعد غادي نضيفوا دقيق لا غادي نغربلو، نديرو داك الكاس الاول ومن بعد نضيفو عليه هذيك النشا والخماره وقطعه الملحه. عاد بعد نحط نكبو عليهم هذاك نص الكاس الاخر، ومن بعد نغربلو كلشي داكته فوق من هذاك البيض داك البيض اللي طلعنا. انا مولفة ديما في لاجينواز كنقسم الدقيق دائما على جوج ثلاث مرات. هذه المره فضلت نكبو دقه واحده، ومن بعد كنخلطو بسباتول ولا بملعقة الخشب وفران. خصو يكون مزيان، خصو نسخنوه مزيان بعضو خصو نكون سخنوه مزيان.
ومن بعد ما خلطنا مزيان هاد الدقيق مع مع البيض، ودائما الطريقه باش ناخذ الطاجين الواز من الفوق لتحت، ما كنخلطوش بحال الكيكه باش ما يهبطش لنا البيض، يبقى دائما موسم. ومن بعد كنكبو في لاطه تكون صغيره، ندير لها بابي كويسون، وكما قلت لكم فران تسخن مزيان. غير كنخشيو لاطه كنقصو من درجه الحراره، ودائما لا جينواز ملي كنكبها في لاطه خصنا نكدو ديما الوجه مزيان، حيت هي ماشي بحال الكيكه، حيت الكيكه هي ملي كديروها في كتكبوها كتقد راسها، هاد لا جينواز كيما كتكبوها كتبقى. اذا كنكدو الوجه مزيان كنليسوه مزيان بسباتول ولا بمعلقه، من بعد كنديروها في الفران ونقطو درجه الحراره حتى كتلي لكم لا جينواز. بعد ما طابت لا جينواز كنخليها تتبرد، ومن بعد غادي نشكلو رقم 8. خديت نفي بلونش حيت عندي لاطا قد لافي كما كتشوفوا، شدت فيه رقم 8، ومن بعد نحطه فوق لاجينواز ونقطعوه، نقطعو الجناب هما الاولين نحيدوهم، نقطعو بالموس طريقة سهلة. ومن بعد كنعطيو شي زلافه ولا شي كاس باش نقطعو به الوسط ديال رقم 8 ديالنا، حيت دايما كتعرفو 8 كيكون الوسط خاوي. انا عندي الطريقه هادي بهاد الزلافه هادي، من بعد كنحيدو هذاك داك اللي غادي نخويو من الوسط، الا شتو ما مقطعش كتقطع بالموس، وكنخوي داك ديك الوسط. نديرهم هكاك بجوج، ومن بعد كنقسم لاجينواز ديالنا في الوسط باش يكون عندنا طاج. كناخدو الاولاني كنسقيوه دابا بالسيرو، سيرو صوبناه فيه كاس الماء مع كاس سنيده والحامض، كديرو مغلي مزيان. ما بغيتوش الحامض كديرو فاني ولا لي زورونج، قشرة ديال لي زورونج، ممكن تخليهم يغلي مزيان حتى كتشوفو ديك السنيدة دابت صافي، وكتفاولو كتخليه على جنب حتى يبرد، ومن بعد كنسقيوه بلاجينواز ديالنا. ما كنكتروش بزاف حيت لاجينواز عندنا رطبة، نبدا عندي غير واحد شوية. الا شتكون لاجينواز ديالكم قاصحة غليظة و قاصحة تقدرو تزيدو في سيو، انا عندي غير واحد شوية. ومن بعد كناخدو لا كريم شانتيي نديرو في لابوش ونسوقو بيه. لا كريم شانتيي هي لا كريم فريش، غديت نص كيلو ديال كريم فريش وطلعتها، هي تكون باردة مزيان، كنطلعها مع سكر كلاصي. حنا كنطلعو كنضيفو سكر كلاصي حتى كنشوفو الحلاوة اللي بغينا. بغيتوها تكون عندكم هاد لا كريم شانتيي لون غوز ولا غوج، كديرو ملون غوج ولا هذيك نكهه ديال الفخاز. انا فضلت نخلي هذه المره هكاك بيضه، ممكن تشكلوا هكا بلابوش ديالكم رقم 8، كديروا برا هو اللون، بعد كديروا جهه اللي الدخلانيه. طريقه فريمون سهله وشكل المنظر فريمون زوين. بعد ما كنكملو هكا الطريقه ديال لابوش، ومن بعد كنديرو فيه لي فريز، زيت لي فريز غسلتهم مزيان وبقطهم بهكا مقص صغار. تقدرو تخليو هكا لي فريز مورسو كبير، ولا تقدرو ديرو فاكهه اخرى بنان بوم ولا مونغ، اي فاكهه عندكم، ولا تقدرو تدخلو هكا كسامبل بلا ما ديرو حتى شي فاكهه. ومن بعد كنعطو داك الطرف الاخر ديال جينواز ونحطو من الفوق، نكدوه مزيان، ومن بعد عاوتاني تا هو نسقيوه بسيرو.
ده غير واحد شي ما كنكثروا السيو، حيت السيو الا كثرتوه كما كتقز هاد الحلوه السيو كيهبط لتحت، كيبان عندكم هاد الحلوه معلكه ما كتبقاش هكا كشاد راسها. ديشي كديروا غير واحد شويه الا كانت لا جينواز رطبه، ومن بعد كنعاود نذوقوها بلا كريم شانتيي، نديرو كيما قلت لكم الجهه اللي كي لبرا عاد من بعد كنديرو الداخل. الا ما عندكمش البوش تقدروا غير ديروها بسباتول ولا بمعلقه، ومن بعد ذوقوه ب فيرميسيل بالفواكه المهم كيما بغيتو. انا وريت لكم الطريقه هاد المره كيفاش درت، ممكن تصطبوا الطريقه هادي حتى كنذوقوا كاع الحلوه ديالنا. ومن بعد غادي نذوقها بالشوكولا وبالمورينغ وبلي فريز. بالنسبه للمورينغ غادي تلقاو وصفه ديال المورينغ في صندوق الوصف، ذوق اختياري كما قلت لكم، ذوقوا غير بالشوكولا بفيرميساب اموندي فيلي بفواكه تقول هكا كسامبل. نتمنى ان شاء الله هاد الحلوه تنال عجبكم، وكنتمنى لجميع النساء العالم عيد سعيد، وما تنساوش لايك وبارطاج وكديرو كشتات ديري ابوني ايوا كوجاتهم تما جديد، ونتلقاو ان شاء الله في الوصفه القادمه ان شاء الله.